متابعينا مستمعينا الكرام، تابعنا شوط الماضي شوط العاصف، نقدم الثاني والناموس ناصر بن سعيد بن سهيل الراشدي على فوز العاصف وانتزاع المركز الاول تسجيله بهذا اليوم. 6:17 يعتبر ثاني توقيت بهذا اليوم بهذا الصباح الجميل من هذه التحديات الرياضية على هذا الميدان، ميدان بو سمرة بمدينة العين. تقدم بالشكر الجزيل إلى مؤسسة هجن الرئاسة على هذه على هذا الدعم اللامحدود من هذه الرياضة العربية المتحدة، من هذه المشتريات التي تفرح ملاك الهجن، ملاك سباقات الهجن العربية الأصيلة. نسير بهذا الشوط، الشوط التاسع بمجموعة الأشواط، والشوط التاسع يحمل في كشوفات الإبكار المحليات الأصايل، الشوط ما قبل الأخير. نسير بهذا الشوط، نسير مع المركز الأول. هذه الآن تتصدر قائمة الشوط، هذه الآن محتلة المركز الأول. كم رقم هذه؟ 20 ولا 40؟ هذه خود محمد بن عبد الله بن باد الظاهري، ولكن التغيير يا سلام، التغيير على مقدمة هذا الشوط من قبل حشيمة عمر بن بطي بن احمد المزروعي. انتقل الان مع المركز الثاني، وصول التغيير من قبل عرجي عبد الله بن مسبح بن محمد الظاهري، عادت خود الى المركز الثاني. محمد بن عبد الله بن باد الظاهري وصل الى المركز الرابع، الشايبة عوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي. نسير الان مع المركز الخامس، متواجد الذيبة محمد بن بطي بن محمد الشامسي. ننتقل الان مع كاميرا زميله اسعد بن سعيد، يلتقط الان المركز السادس. نجد الان المركز السادس متواجد زاهية سعيد بن منانة بن غدير الكتبي مع المركز السادس. والمركز السابع هذه حشيمة مبارك بن حمد بن راشد الكتبي مع المركز السابع. المركز الثامن متواجد هلان، هذه ممتازة، سعيد بن سعيد بن حمد بن حمرور العامري. والمركز التاسع قدوم من قبل بشاير اللي بشرت بالخير، بشاير حمد بن سعيد بن عبيد بن غانم الكتبي. والمركز العاشر وصل بجابر سعيد بن مسعود بن محمد بن حبل المنصوري، يقدم لنا الان محتفلة، هذه محتفلة تحتفل الان بهذه اللحظات بالمركز العاشر في طريقها الى مقدمة هذا الشوط. عدينا العشرة المراكز الاولى بهذا الشوط، بهذه الاسماء، بهذه التحديات القوية ما شاء الله، بهذه الاسماء القوية، بهذه الشعارات التي تزين هذا الميدان، ميدان بسمرة الذي دائما وابدا يقف مرحبا بكل المشاركين بهذا الميدان. سير على مقدمة هذا الشوط يا سلام،
لا زالت مسيطره. حشيمه حشيمه عمر بن بطي بن احمد المزروعي من يقدم لنا حشيمه، ولكن خود خود يا خود محمد بن عبد الله بن بادي الظهري بمتابعه محمد حمود بسالم بن القاضي الوهيبي من يتابع خود بهذا الشوط، يتابعها متابعه دقيقه. بدا تراب التغيير ولكن اشوفه وصل بن بطي، وصل يا سلام، وصلت الان الدخله الغيبه محمد بن بطي لمحمد الشامسي، خذت المركز الثالث والمركز الرابع. يا سلام وصلت الاسماء، الدخله عشيمه مبارك بن حمد الكتبي وصلت ايضا. يا سلام يا سلام وصلت محتفله مثل سيد مسعود، سعيد بن مسعود بن محمد محمد المنصوري، كانت المركز العاشر. يا مرحبا يا محتفله. بدات الان ايضا تفرق الصفوف، بدات تفرق الصفوف، ولكن هناك على مقدمه الشوط حشيمه مبارك محمد بن راشد الكتبي. بدات الان سلاله حشيمه على مقدمه الشوط، محتفله يا محتفله. يا سلام يا سلام يا سلام، بدات الان تحتل المركز الثاني. بدات الخطوره، انحصرت المنافسه بين الثنتين، بين حشيمه وبين محتفله. يا سلام يا سلام يا الثنتين، وين بروح السلام؟ هل بروح نهاري مراقب؟ بدات بالعبور. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه الان حشيمه يا حشيمه بدات تقدم اجمل العروض. حشيمه مبارك بن حمد بن راشد الكتبي من يقدم لنا حشيمه بهذا الشوط مع المركز الاول. سلام سلام مبارك، سلام يا ابو حمد سلام. هذه ولكن محتفله مع اللحظات الاخيره، نقول خلاص خلاص خلاص، ما طاحت سلم ما طاحت سلم حشيمه على مقدمه هذا الشوط. تهانينا والناموس الى مبارك بن حمد الكتبي المركز الثاني. وصلت الى محتفله سعيد بن مسعود بن حمد المنصوري المركز الثالث. دخلت الى المركز الثالث للسيد، وصلت الى نذيبه محمد بن بطي بن محمد الشامسي. والمركز الرابع خود محمد عبد الله بن بادي الظهري. المركز الخامس للسيد الظبي سيف بن سالم النايلي الشامسي. والتوقيت الزمني توقيت حشيمه سجلت الان 6 دقائق و20 ثانيه و40 جزء من الثانيه. نقدم الثاني والناموس لمالك حشيمه السيد مبارك بن حمد بن راشد الكتبي. تهانينا والف مبروك لك.